مدار السنة ماشي، وزي ما قلنا كده يا إما بيكون عندي طريق لسه جديد بعمله فبشوف المتوقع إنه يعدي المرور عليه قد إيه، وطبعا المتوقع دي برضو مش بيضربوها كده يعني، على حسب الطريق موجود فين وبيخدم إيه. لو قريب من مينا بتوقع إنه يكون في نسبة ترافيك عالية وخصوصا نسبة تراكس عالية، فبشوف إيه العوامل المحيطة يعني بالطريق وأقدر أحدد منها المتوقع المرور اللي يستخدمه قد إيه. او لو طريق موجود حاليا واحنا بنعمل له ريكونستراكشن ريديزاين يعني او ريهابليتيشن وهنحط اوفرلاي، فبنشوف الموجود عليه دلوقتي قد ايه، وبعدين بنضرب الكلام ده في لو اخدتوا بالكم مكتوب في المعادله الاولانيه A A D D I في N I في F E I. يعني ايه الكلام ده؟ ما انا ما عنديش الاكسس دي زي بعض يعني، يعني الترافيك واحنا بنعده احنا اصلا واحنا بنعده بنقسمه يعني ايه، يعني عندنا اكسات من العربيات من النوع الاولاني كذا والتاني كذا والتالت كذا وهكذا ماشي، فكل واحد فيهم ليه عدد يعني النمبر اوف اكسلز، الاكسس اللي من النوع الفلاني اي ماشي مضروبه في عددها مضروبه في اللود ايكوفالنسي فاكتور بتاعتها، بس لا مضروبه في 365، مضروبه في حاجه اسمها اللين ديستريبيوشن فاكتور، مضروبه في حاجه اسمها كمان الجروس فاكتور بتاع الـ النقل والمرور. يعني انا بتوقع النهارده الطريق يعدي عليه كذا، بس انا هصمم الطريق لمده 20 سنه فمش هضرب في 20 بس، يعني مش هضرب الجروس فاكتور ده بيبقى ليه قيمه على حسب معدل نمو المرور. تمام، هناخد كل حاجه من دول بتتحسب ازاي برضو، بس خلينا نشوف المعادله اللي بعديها. المعادله اللي بعديها باستخدام التراك فاكتورز، فهجيب كل تراك عددها كام والتراك فاكتور بتاعها اللي هو تي اي اضربه فيه، ونضرب برضو نفس القصه في 365 في الاف دي في الجروس فاكتور. طب الجروس فاكتور ومعامل الحاره دول بيتجابوا منين؟ نبص كده. اول حاجه الجروس فاكتور اهو بنسميه جي، وده طبعا بمعادله بناء على الجروث ريت. يعني ايه جروث ريت؟ لو انا معدل النمو في السكان عندي زي 3 او 4% ماشي، فلما اجي اجيب الجروث فاكتور بتاعي بقول ان الجروث فاكتور بيساوي 1 زائد ار، ار ده اللي هو 3 من 100 او 4 من 100 او 5 من 100 على حسب معامل نمو السكان ماشي، كل ده مرفوع لاس ان عدد السنين ناقص 1 على ار. تمام، فتيجي مثلا يعني ما تيجي تجرب المعادله دي مثلا، وانا هعمل الديزاين لايف بتاعتي ب 20 سنه، المفروض ان انا هضرب حجم الترافيك بتاع السنه في 20 ماشي، لما تيجي تقول 20 سنه ومعامل نمو او معدل نمو 4%، لو تيجي تجيب تطبق بقى المعادله دي 1 زائد 4 من 100 اس 20 ناقص 1 على 4 من 100، هتلاقي الرقم ده يطلع ب 40 وشويه. فتخيلوا معامل النمو بيبقى عامل ازاي، لان ده ديزاين بيريود بالسنين، الانيوال جروث ريت بيبقى من 3 ل 5% تقريبا، بناخده كتير جدا في التصميم في مصر ب 4%. لو انا عندي الانيوال جروث ريت بصفر يعني معدل نمو السكان ما بيزودوش، في دول كده فعلا مش عندنا تمام، فساعتها الجي بتساوي ان، لانه خلاص الجي بتساوي 20، لو احنا بنصمم ل 20 سنه يبقى الجي هتساوي 20 مفيش نمو. طب اللين فاكتور قد ايه؟ على حسب عدد الحارات. يعني ايه؟ لو انا عندي طريق حارتين اتجاهين اللي هو اول حاله نمبر اوف ترافيك لين في التو دايركشن، حارتين اتجاهين يعني رايح حاره وراجع حاره، بتوقع ان التراكس 50% منهم هيمشي في كل حارة. طب لو اربع حارات، ها حارتين في كل اتجاه، عيال انتوا نمتوا يا عيال؟ معاك يا دكتور. لو اربع حارات يبقى 25%، لا هو خمسة بس هو بياخد فاكتور وده مش سيفتي يعني. ايه هو بياخد فاكتور سيفتي ليه بزياده؟ لا هو مش فاكتور سيفتي، مش فاكتور سيفتي على قد ما هو، بص لو احنا فرضنا ان الطريق اربع حارات كل اتجاه حارتين ماشي،
المنطقي لو هنفكر بشكل يعني مش منطقي بقى، لو بشكل نظري شوية، المفترض ان كل حارة بتاخد ربع المرور، ماشي؟ بس الكلام ده مش مظبوط لسبب بسيط. هو انت لما يكون عندك طريق حارتين وكل اتجاهين وكل اتجاه فيه حارتين، يعني الاتجاه الفلاني احنا ماشيين مثلا رايحين من طنطا للمحل، خلاص في حارتين، هل في اي طريقة تقدر تحكم الترافيك انه نصهم يمشي في الحارة اليمين ونصهم يمشي في الحارة الشمال؟ ما تقدرش تحكمهم نهائي، كل واحد بيختار الحارة اللي هو عايزها، ما فيش اي طريقة تقدر تجبر حد يمشي في حارة بمزاج الديزاينر، تمام؟ فلما بيبقى أربعة فبنقول تقريبا 45% بيمشي في الحارة التصميمية، مش قصة فاكتور اوف سيفتي قد ما هي قصة إن أنا ما أقدرش أحكم اليوزر إنه يمشي في الحارة اللي أنا عايزها، ماشي؟ فبقول إن الحارة التصميمية بنتكلم على 45%. طب هي الحارة التصميمية اليمين ولا الشمال؟ لا، ده أنا بحسب على أساس 45%، وبعدين السيكنس ديزاين اللي بطلعه نتيجة حجم المرور ده كله بيمشي على كل الطريق مش على حارة وحارة، تمام؟ طيب لو ستة أو أكتر قال لك الحارة التصميمية يديها 40%، تمام؟ فهنا ما بقسمش النسبة المئوية على عدد الحارات بالظبط ولا حاجة، بقسمهم أكتر لأن أنا ما أقدرش أحكم اليوزر أو الدرايفر إنه يمشي في أنهي حارة، تمام؟ طيب الطريقة الثالثة اللي أنا قلت لكم عليها وزي ما قلنا كده بتستخدم في الام اي بي دي جي، اللي هي الفاريبل ترافيك والفاريبل فيكل. فبياخد الترافيك فوليوم لكل فيكل تايب وبيتقسموا لجروبز، وبيدخل بقى حاجه اسمها اللود سبيكترم وفريكوانسي ديستريبيوشن فور فيكل جروبز. وزي ما قلنا دي طريقه مش سهل انها تتعمل بمعادلات زي ما شفنا المعادلتين اللي قدامنا، هي بتتعمل بالكمبيوتر لان بنحسب الستريسز والسترينس والديفلكشن الناتجه عن كل لود، فالجزء ده زي ما قلنا جزء ميكانيستيك، ماشي؟ وبيستخدم في الام اي بي دي جي اللي هو الميكانيستيك امبيريكال بيفمنت ديزاين جايد او طريقه التصميم الام اي ميكانيستيك امبيريكال، ماشي؟ مش هنكلمكم عنها لان زي ما قلنا هي ليها موال كبير، خلاص؟ طيب المعادله ما كانش فيها ايسلز، بس انا عرفنا كده الايسلز بتتحسب ازاي. المعادله كان اولها خالص ريلايبيليتي، فاكرين التشارت النوموجراف كان اقوله خالص ريلايبيليتي، الريلايبيليتي دي بكام وبنفرضها ازاي، وانا عايز مقدار الثقه يكون في الطريق في التصميم بتاعي قد ايه، ولو الريلايبيليتي اتغيرت عايزين نعرف الديزاين هيتغير ازاي، ماشي؟ فبيقول لك الاول تعريف الريلايبيليتي، قال لك دي ذا تشانس ذات افيرمنت ويل لاست فور ذا ديزاين بيريود وذاوت فيلير، انه المقدار الفرصه ان البيفمنت يعيش المده التصميميه اللي انت حطيتها من غير ما يحصل له فيلير، مقدار الثقه في القصه دي يعني. بناخده بكام؟ قال لك انه ريكومندد كده على حسب الفانكشنال كلاسيفيكيشن، قال لك بالنسبه للايربن لو انتر ستيت او اذر فري وايز الطرق الحره من 85 ل 99.9%، للبرنسبل ارتيريالز من 80 ل 99، وفي الرورال من 75 ل 95، والكولكترز من 80 ل 95 داخل المدينه ومن 75 ل 95 خارج المدينه، اللوكال بصوا كده الارقام من 50 ل 80 ومن 50 ل 80، ماشي؟ طيب هو ادانا رينج للريلايبيليتي وما قالناش ناخدها كام. طب رينج مثلا في اللوكال ستريتس شوارع صغيره خالص قال لي من 50 ل 80%، انا هاخد كام؟ 65. مين اللي قال كده؟ هاخد المتوسط بتاعها. هو لو كان عايز نحط 65 كان حط 65، ما كانش حط لي رينج على فكرة. ها نفكر شوية. طب هجاوب على حسب استخدام الطريق. ايوه برافو، ماشي. هو انا حط لي رينج من 50 ل 80، ومن 50 ل 80 على فكرة الفرق كبير مش صغير، تمام؟ وده هيطلع لي قيمة استراكشر نمبر مختلفة خالص، وبالتالي هيطلع لي السيكنس وبالتالي التكلفة مختلفة خالص. فأنا هاخد الرقم كام على أساس أهمية الطريق، ماشي؟ ما هو اللوكالز دول برضو ليهم أهمية مختلفة من لوكال، من طريق لوكال لطريق لوكال، ماشي؟ الكولكترز من 80 ل 95% أو من 75 ل 95% في الرورال برضو، لأن الطريق بيختلف أهميته. أهمية الطريق بتعتمد على إيه؟ أنا إمتى بزود الريلايبيليتي؟ لو ما عنديش امكانيه ان انا كل شويه اقفل الطريق ده عشان انا بعمل له اعاده انشاء ولا اعاده تاهيل، انا بحط فتره تصميميه اطول
بحط reliability اكتر كل ما زادت اهميه الطريق، لان الطريق بقى حيوي بقى. لو الطريق ده اتقفل، يا اما مفيش بديل او البديل يعني اصعب بكتير، ماشي. لان من برضو عشان نبقى عارفين قصه الصيانه قصه تانية خالص احنا ما اتكلمناش فيها كتير، طرق لازم يبقى ليها بدائل لما نيجي نعمل لها صيانه. بس هي الفكره، البديل يكفي الترافيك فلو ده ولا لا؟ طب الطريق ده لو اتقفل مده من الزمن قد ايه عشان نعمل صيانه او اعاده تاهيل، ده هينتج عنه مشاكل قد ايه؟ ممكن تكون تكلفه المشاكل دي اصلا معادله للفرق في التكلفه اللي انا هعمله من البدايه لو حطيت ريلايبيليتي اعلى او لو حطيت مده تصميم اعلى. فالرقم بيختلف، وحطيت لنا رينج. واحنا في كل مشروع طبعا الاستشاريين بتوع المشروع او الديزاينرز بتوع المشروع بيقرروا الريلايبيليتي هتكون كام، ماشي. فعاده طبعا لما بنديك مساله في الامتحان احنا مش هنحيرك، احنا هنقول لك الريلايبيليتي كذا، وهنقول لك كل حاجه الانبوتس اللي تخليك تطلع اوتبوت، لان وقت الامتحان ما فيهوش الوقت ان انت تقرر الكلام ده، تمام. لكن انا عايزاك تعرف ان في حاجات معينه كده ممكن هتبقى معطاه بالنسبه لك في مسائل الشيت او مسائل الامتحان، لكن انت في يوم من الايام لو بقيت انت ديزاينر في حاجات انت لازم تعرف تحطها. طب الكلام دون اعرفه منين؟ بصوا الكود بتاعنا في الطرق كود بصراحه وافي، يعني جزء التصميم الانشائي فيه جزء كامل، جزء كامل كتاب بحاله اسمه التصميم الانشائي الجزء السادس، ماشي. فالريلايبيليتي بيدينا رينج ليها، لكن احنا بنختار قيمتها قد ايه. الريلايبيليتي ليها طبعا طرق كتير جدا للحساب، او مش طرق كتير، طريقه مفصله للحساب هتلاقيها موجوده ومشروحه في الكود عندنا، ماشي. احنا مش عايزينك تعرف منها اكتر من انه بنجيبها عن طريق المساحه تحت المنحنى، وكل ما نزود المساحه تحت المنحنى كل ما الثقه في التصميم بتعلى اكتر. ال الستاندرد ديفيشن قد ايه قيمته؟ برضو مش هنحرك كتير في القصه دي. بالنسبه للفليكسبل بيفمنتس بناخده فرنج من 4 من 10 ل 5 من 10، وبالنسبه للريجيد بيفمنتس بناخده فرنج من 3 من 10 ل 4 من 10. وبرضو زي ما قلنا لك انت في ورقه الامتحان هيبقى معطى ليك، لكن مقصود بيه ايه الستاندرد ديفيشن بتاع القيمه بتاعه الاستراكشر نمبر اللي انت بتطلعها. طيب الايسلز احنا اتعلمنا نحسبها مع بعض ازاي، بس ما قلناش بنختار الديزاين لايف بناء على ايه. الايسلز كان فيها طبعا عدد السنين داخل في الجروس فاكتور، ماشي. عدد السنين كام بتتغير من طريق لطريق. الطرق الصغيره دايما ممكن نحط لها 5 سنين 10 سنين، طرق صغيره قوي ممكن نحط لها 5 سنين 10 سنين مش مشكله. لكن لما يكون الطريق كبير عندنا مثلا الهاي فوليوم اربن قال لك بناخده من 30 ل 50 سنه، الهاي فوليوم رورال من 20 ل 50 سنه، اللو فوليوم بيفد او لو فوليوم اجريجيت من 15 ل 25، وال اللو فوليوم اجريجيت سيرفيس من 10 ل 20 سنه. طيب برضو مدينا رينج كبير للعمر، بنختاره بناء على ايه؟ بنختاره بناء على حاجتين، أهمية الطريق والبادجت اللي هتتوفر له. يعني وارد يكون الطريق مهم لكن الفلوس، ما هو في الآخر كل ده بيترجم الديزاين لايف، بتترجم لعدد إيسلز، بتترجم لستركشن نمبر، بتترجم لثيكنس، ماشي. والثيكنس لللايرز المختلفة بتترجم لإيه؟ لفلوس، صح ولا لأ؟ لتكلفة، تمام. فحاجتين بيحكموا القصة دي، أهمية الطريق حاجة مهمة جدا منهم، البادجت المتاحة لتصميم الطريق قد إيه، تمام؟ طيب حاجة بقى مهمة كمان، حاجة اسمها الـ Effective Road Bed Resilient Modulus. Resilient Modulus بتاع طبقة السب جريد اللي احنا طبعا بنعينه في المعمل، بس في نقطة مهمة عايزاكم تعرفوها. لو أنا عندي سب جريد والسب جريد دي موجودة في مكان ودرجات الحرارة بتتغير، والسب جريد دي هي تربه، واحنا من زمان في الجيوتكنيكال انجينيرنج او هند كنتوا بتسموها ايه، ميكانيكا التربه، ميكانيكا التربه اللي كنتوا بتاخدوها من اول سنه تانية، خدتوا ان التربه مكوناتها عباره عن ايه، حبيبات فراغات ومي، صح ولا لا؟ مش دي كانت مكونات التربه اللي انتوا خدتوها في هندسه ميكانيكا التربه؟ تمام تمام. طيب حبيبات
فراغات وميه معناها ان انا لو في مكان طبعا درجات الحراره فيه بتتغير والميه اللي داخل التربه دي بتوصل لدرجه التجمد، فاحنا عندنا لو جينا نبص على ريزيليان مودلس هنلاقي قيمته بتتغير من الصيف للشتاء. فعلى سبيل المثال لو بصينا كده على الشكل اللي قدامنا فبيقول لي ده الرتبه سويل مودلس ام ار بالبي اس اي. فعلى سبيل المثال لو عندنا مكان وكان السب جريد مودلس في شهر يناير ب 20000 بي اس اي، فبراير 20000، نبص كده في شهر مارس كام الرقم؟ 2500 2500 برافو. تفتكر ليه؟ درجة الحرارة بدأت تعلى. فايه اللي حصل؟ وليه في يناير وفبراير وبصوا تحت كده وديسمبر ريزيليا مودلس عالي قوي كده ماشي، مع ان مثلا في جون وجولاي وصل ل 7000 وفي مارس من المطر بقى ايه؟ كل ما درجة الحرارة بتعلى كل ما الفورمة بتقل. لا، هو كل ما درجة الحرارة بتقل قوي قوي في شهور الشتاء البارد قوي قوي فبيبقى في عندنا في الفراغات بتاعت التربة كان في مية، المية اتجمدت، فالمية لما اتجمدت بقت تلج، والتلج ده متجمد ماشي، فبيبقى التربة ستاف قوي. فلما نيجي نقيس الستيفنس بتاعتها بالتلج اللي جواها ده فبيطلع ريزينيا مودلس عالي جدا ماشي. لكن الحقيقة هو مش ريزينيا مودلس عالي ومستمر، ده هو لما بيحصل حاجة اسمها في شهر مارس، بصوا مارس بالذات اللي قيمة الريزينيا مودلس قلت قوي كده، فقال لك الريزينيا مودلس في مارس بيقل قوي كده نتيجة حاجة اسمها الفريز اند افكت. يعني ايه فريز اند ثو؟ فريز بيتجمد في الشتاء، ثو اول ما الدنيا تبتدي تدفي كده في الربيع المية كلها تسيح تمام، فالمية اللي هي كانت تلج يعني تسيح، فيحصل عندنا الفريز اند ثو اكشن ده، فيبقى الريزينيا مودلس بيقل جدا جدا في شهر مارس. بعد كده يبتدي المية اللي جوه الفراغات تجف، فتبتدي التربة تستعيد الاستيفنس بتاعتها تاني، اكيد ما بتوصلش ل 20000 لانه الاستيفنس الناتجه عن التلج بتكون كبيره قوي، بس بتوصل في شهور الصيف ل 7000 زي ما احنا شايفين بالشكل ده تمام. ده نوع من انواع التربه، طبعا الريزيليان مودلس بيختلف من تربه لتربه، بس نقصد نوريك من الرسم ده انه قيمه الريزيليان مودلس بتاعت التربه بيتغير في فصول السنه وخصوصا في الاماكن اللي بيحصل فيها فريز اند سو افكت ماشي. احنا في مصر ما عندناش القصه دي قوي ماشي، لان احنا ما عندناش درجات حراره بتوصل للتجمد تمام، بس الناس اللي عندهم درجات حراره بتوصل للتجمد بيجيب قيمه الريزيليان مودلس مش قيمه واحده في المعمل وخلاص، بيحاول يدرس التاثير الدامج اللي بيحصل، فبيجيبوا بمعادله زي ما باين قدامنا اهو، كل مودلس قصاده قيمه للريلاتيف دامج، فبيجمع قيمه الريلاتيف دامج دي كلها ويقسمها على ان، وفي معادله كده امبيريكال باينه في الجنب لو انت شايفها اسمها الريلاتيف دامج، الايكويجن بتاعته بيقول لك ان اليو ريلاتيف اليو اف دي اللي هي الريلاتيف دامج بتساوي 1.18% في 10 اس 8 في ام ار اس ناقص كذا ماشي. مش هنطلب منك انت تعمل ده، بس لازم تبقى فاهم، يعني احنا هنديك الريزيليان مودلس، احنا ما بنعملش ده في مصر، بس لازم تبقى فاهم ان القيمه دي مش ثابته على مدار العام بالنسبه للتربه ماشي. طيب احنا اصلا في مصر ما بنعملش ريزيليان مودلس طول الوقت، ده يا دوب الكود الجديد بتاعنا بدا يدخل موضوع ريزيليان مودلس ده والناس بتعمل سي بي ار. مش انا فاكرين لما كنت بشرح لكم التجارب بتاعت سي بي ار والريزيليان مودلس، لما قلت لكم تجربه الريزيليان مودلس غاليه، فمش مش مطلوب من المقاولين المواصفات المصريه لتصميم الطرق ما بتجبرهمش ان هم يعملوا ريزيليان مودلس، صح؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ايوه تمام. فالريزيليان مودلس بيتجاب ازاي؟ طبعا احنا بنبقى محتاجين قيمه الريزيليان مودلس لكل اللايرز، للسيرفيس، للبيس، للسب بيس، وللسب جريد تمام. بيتجاب ازاي؟ بيتجاب عن طريق لاب تيستينج، لو عندنا المعده اللي هي بنقيس بيها الريزيليان مودلس وعملنا لاب تيستينج خير وبركه، جبنا القيمه وجبناها بدقه. لو ما عندناش بنعمل كوريليشنز مع السي بي ار ماشي. الكوريليشنز طبعا هو في كوريليشنز ما بين الريزيليان مودلس وحاجات كتير، بس احنا اللي يهمنا سي بي ار لان دي تجربه متاحه في كل المعامل عندنا في مصر. ف الكوريليشنز دي جت ازاي؟ هو ما فيش اصلا
دايركت كوريليشن هي امبيريكال ايكويشنز. يعني هو بيقول لك اهو في حاجات مهمه لازم تفهمها، امبورتنت بوينتس. بيقول لك هو ما فيش دايركت كوريليشن ما بين الاثنين، دي تجربه ودي تجربه مختلفه، وانا شرحت لكم التجربتين. تمام، فاكرين التجربتين؟ هلو، ايوه دي كانت تجربه بنتريشن، ماشي، وبنقيس البنتريشن مع الحمل ونرسم العلاقه بينهم ونجيب السي بي ار. ودي كانت تجربه تاثير بحمل من جميع النواحي، مش يوني اكسيال زي في حاله السي بي ار، ده في يوني اكسيال وفي كونفايننج بريشر، حد فاكر؟ وكنا بنقول ان قيمه الريزيليان مودولس بتساوي الديفييتور ستريس على الريزيليانت سترين، صح لو حد فاكر؟ فما فيش علاقه، ما فيش دايركت كوريليشن، ماشي. كل واحد بيقيس فاندامنتالي ديفرنت بروبيرتي، بيقيس بروبيرتي مختلفه عن الثانيه، وبيقيس بيهافير مختلف عن الثاني. طب الكوريليشنز دي اتجابت ازاي؟ هي امبيريكال كوريليشنز، وهي زي ما مكتوب قدامنا كده، اونلي فور ليميتد داتا سيتس، لداتا سيتس معينه. فيبقى في شروط، ايه العلاقات اللي موجوده عندنا في الكود المصري؟ دي العلاقات اللي موجوده حاليا في يعني دي العلاقات اللي موجوده حاليا والناس بتتعامل بيها، وفي علاقه جديده نازله في الكود الجديد اللي بيطبع السنه دي، هوريها لكم حالا، ماشي. اول حاجه قال لك ام ار اسهل معادله بتساوي 1500 سي بي ار، ماشي، وقال لك دي للفاين جريند نون اكسبنسيف سويلز والسوجت سي بي ار اقل من 10%. لما قيمه السي بي ار تكون اقل من 10% بطبق على طول في المعادله بتاعه ال 1500 سي بي ار، ماشي. طيب لو مش 10% يعني كانت اكتر مثلا 10% دي، يبقى كده انا بتكلم على السب جريد بس. طب لما اجي ابص على البيز مثلا او السب بيز، ليه بتكلم على السب جريد بس يا شباب؟ في 10%، الو، ايوه يا دكتور محمد، ليه 10% العلاقه اللي فوق تمشي على السب جريد بس؟ تقريبا ما حدش عارف ولا تقريبا ما حدش عارف. طب حد فاكر في محاضره الانترودكشن دي؟ ما كانتش انترودكشن بندردش مع بعض فيها على فكره، كانت حاجه مهمه قوي واتقال فيها حاجات مهمه قوي بنبني عليها دلوقتي. في الانترودكشن لو انتوا فاكرين قلنا لكم ايه؟ stronger layers shield weaker layers، صح؟ وقلنا، وحد فاكر معنى الجمله دي لما قلناها؟ ان الطبقات القويه بتبقى فوق زي درع بيحمي الطبقات الضعيفه، واتفقنا ان اعلى طبقه هي طبقه الاسفلت، ماشي، وطبقه اسفلت بطبقاته طبعا، وبعدها بعد كده البيز، واحيانا بنحتاج سب بيز، وبعدين في الاخر خالص تحت خالص ايه؟ السب جريد. ليه السب جريد هي ايه؟ الطبقه بتاعت الموقع نفسها، اضعف طبقه، ماشي. فالمعادله اللي فوق دي ممكن ما اقدرش استخدمها خالص لا في البيز ولا في السب بيز. انا بتوقع ان السب جريد دايما بتبقى اضعف طبقه، فبتوقع ان هي اقل اكتر طبقه هيحصل لها بنتريشن. يعني لما اجي اجيب السي بي ار بتاعتها، مش السي بي ار بيعبر عن البنتريشن؟ كل ما تكون الطبقه ضعيفه او العينه يعني ضعيفه، كل ما يكون البنتريشن اللي حصل فيها من الاحمال ايه؟ اكتر ولا اقل؟ اكتر، ماشي. فلما اجي بقى اجيب قيمه الحمل المقابل للاحجار الستاندرد، ماشي، ما هو البنتريشن اكتر مع حمل اقل، ماشي، وانا هجيب الحمل المقابل دوت خلاص واقسمه على الاحجار الستاندرد، فيبقى معنى كده ان قيمه الحمل اقل مع بنتريشن ايه؟ اعلى. احنا بنجيب البنتريشن اللي قصاد، سوري، الحمل اللي قصاد بنتريشن 1/10 او 2/10، سواء كانت التربه ضعيفه او بنتكلم على بيس عاليه او كلام من دون. فانا متوقع ان نفس البنتريشن، طالما التربه الاضعف هيحصل فيها بنتريشن اكتر، فلنفس البنتريشن الحمل هيبقى اقل في التربه الضعيفه، تمام، وبالتالي قيمه السي بي ار هتبقى اقل في التربه الضعيفه، تمام. فالمعادله اللي فوق بتمشي بس لما يكون السي بي ار ب 10% اقل من او يساوي 10%. المعادلة المشهورة جدا اللي مستخدمة في العالم كله اللي هي الام ار بتساوي 2555 سي بي ار اس 64 من 100.
دي معادلة لكل قيم السي بي ار، ملهاش ليميتيشن زي ما انت شايف تحت كده، نو ليميتيشن. ماشي، المقابل ليها عندنا في الكود المصري، احنا حطيناها في الكود المصري بشكل مختلف شويه. شايفين المعادله اللي على اليمين 3000 سي بي ار اس 65%؟ ايوه دي المعادله اللي احنا بنستخدمها في الكود المصري حاليا. ماشي. حاجه ثانيه قبل ما ننقل، انا المعادله الجديده اللي في الكود المصري اللي بينطبع هوريها لكم حالا. بس قبل ما ننقل، لما باجي اعوض عن السي بي ار، يعني 10% او 50% او 80%، هي 10% يعني 1 من 10، صح؟ تماما. بس انا ما بعوضش هنا بواحد من عشرة، انا بعوض بالقيمة بتاعت البرسنتج اللي هي 10%، هعوض ب10. تمام. واضح؟ 80% هعوض ب80 مش ب8 من 10. اوكي؟ طيب الريزيليان مودلس اللي هيطلع لي من المعادلات دي، احنا اتفقنا المعادلات الامبيريكال بتعتمد على الوحدات، صح ولا لا؟ فاكرين؟ لان المعاملات دي لو الوحدات اتغيرت الكوفيشنز دي هيحصل لها ايه؟ هتتغير. هتتغير، فيبقى لازم نراعي الوحدات. السي بي ار برسنتج، مالوش وحده تانية، هو برسنتج. اوكي، الريزيليان مودلس اللي بيطلع من المعادله دي بيطلع بالبي اس اي. اوكي، الريزيليان مودلس اللي بيطلع من الثلاث معادلات دول بيطلع بالبي اس اي. طب المعادله بتاعتنا بتاعت الكود المصري اللي كانت 3000 في الريزيليان مودلس اس 65، سوري، في السي بي ار، انا اسفه، اس 65%، ماشي، اتغيرت في الكود بقت ايه؟ عندنا معادله جديده للبيز، ماشي، للاساس والاساس المساعد. خلاص، المعادله اللي كانت قديمه اللي هي 3000 كانت ماخوذه من معادلات انتجوها على مواد خارج مصر، ماشي. فالمعادله الجديده دي الميزه اللي فيها ان هي معموله بمشروع بحثي داخل مصر للماتيريال بتاعتنا في مصر، ماشي. بتدينا قيم كمان اعلى للريزيليان مودلس، وده مفيد طبعا طالما الماتيريال اللي في مصر بتدينا قيم اعلى للريزيليان مودلس، فيبقى اجمل، لان معناها ان انا اقدر اصمم بسكنس اقل، وبالتالي في ايه؟ توفير في التكلفه. ماشي، بصوا كده المعادله بترسم، المعادله اللي موجوده قدامنا دي بترسم العلاقه ما بين قيمه السي بي ار وقيمه الريزيليان مودلس في الكي اس اي. والمعادله بتقول 4920 مضروبه في السي بي ار، المعادله بتطلعها بالبي اس اي باي ذا واي، بس الرسمه مرسومه على كي اس اي. الموديل سوري، انا غلطت في حاجه على فكره، هي بتطلع قيمه الريزيليان مودلس اقل، ماشي، وبالتالي بنحتاج سكنس اكبر. اوكي، وده مشكله في التصميم. مش اقتصادي، مش هتوفر كده يعني. تمام، مش هتوفر، بس هتخلينا نصمم صح على الماتيريال بتاعتنا احنا، ودي اهم حاجه. ماشي، هي للبيز وللسب بيز، لانه الماتيريال اللي اتعمل عليها المشروع البحثي ده كانت على البيز والسب بيز. اللي مرسوم باللون الاحمر البروبوز موديل، واللي مرسوم باللون الازرق المعادله الحاليه. المعادله الحاليه اللي هي 3000 مضروبه في السي بي ار اس 65%. معلش، هو انا برده ما خدتش بالي، هو طالما الاس قل حتى لو كان الكوفيشنت زاد لازم قيمه الريزيليان مودلس تقل. الاس لما يقل طبعا الاس بيأثر اكتر من الكوفيشنت. ماشي، دي موجوده في الكود المصري اللي بيطبع حاليا. اوكي، طيب موضوع السيرفيسابيليتي لوس او الفرق في السيرفيسابيليتي بقى. انتوا عارفين السيرفيسابيليتي طبعا، كنا اتكلمنا عنها قبل كده. قلنا دي البيزد ابون بريزنت سيرفيسابيليتي ريتنج اللي هو البي اس ار، وبتبقى ده ريتنج بناء على راي الاشخاص. قال لك ريتنج باي انديفيدوال او بانل، يعني يا اما اشخاص يا اما خبراء متخصصين. ليها قيمة initial في بداية الconstruction، وطبعا بتقل مع الوقت. المعامل ده أو قيمة الـ BSR أو serviceability بتتراوح ما بين 0 و5. طبعا 5 بنتكلم على very good أو excellent opinion، يعني الناس كلهم راضين عن الطريق، وكل ما بننزل تحت كل ما قيمته بتقل. طب احنا بنوصل لكام؟ هل بنوصل لصفر؟ ما نقدرش نوصل في الطرق لحد صفر،
لان لو وصلنا لصفر معناها ان الطريق يعني ايه يعني، بصوا سوري في اللفظ اللي هستخدمه ده، الدشمل خالص، عارفين يعني ايه؟ خلاص دمج انهار. دشمل دي جايه من دشمل، اللي هو الطريق بقى ايه، بقى خنادق يعني من كتر ما ايه ما حصل فيه دامج. ماشي. ف عادي يعني ان احنا بناخد ال تيرمينال سيرفيسابيلتي من 1.5 ل 2.5. ماشي. ما بتوصلش ابدا للصفر. كام؟ على حسب زي ما قلنا كده بقى ايه الطريق. فبيقول لك الدلتا بي اس اي بتساوي البي نوت ناقص البي تيرمينال، البي نوت البي انيشال يعني ناقص البي تيرمينال. وقال لك ده البي اس اي هي البيجمنت سيرفيسابيلتي اندكس اللي قيمته من 1 لحد 5. البي نوت الانيشال سيرفيسابيلتي اندكس بناخده في الفليكسيبل بيجمنت 4.2، ممكن يوصل 4.5، ما بناخدوش 5. تفتكروا ما بناخدوش 5 ليه؟ مش هيبقى اقتصادي قوي. مش بس كده، محدش اصله بيعتمد على راي الجمهور. عمر الجمهور ما 100% من الجمهور هيتفقوا على ان الطريق ده لطيف جدا وسعيد جدا وبيخلينا نبقى سعداء ويحقق لنا احلامنا، حتى لو كنت يعني عامل فيه ايه. اوكي. فما بتوصلش للرقم ده، بناخدها عشان فاكتور اوف سيفتي، عشان راي الجمهور ما بيتفقش، عشان اسباب اقتصاديه بناخده من 4.2 ل 4.5. التيرمينال زي ما قلنا كده على حسب نوعيه الطريق من 1.5 ل 2.5 او 3. التيرمينال كام بيبقى على حسب كم من الاشخاص. طبعا 3 دي ما بيقول لك 12% من الناس مش راضين على الطريق، 2.5 لما 55% من الناس مش راضين على الطريق، 2 لما 85% من الناس مش راضين على الطريق. والمعادلات دي ماخوذه من الاشتو. العلاقه بين عمر الرصف وما بين السيرفيسابيلتي احنا خدناها قبل كده واتفقنا ان هي بتبقى بي نوت وتقل لحد ما تبقى بي تيرمينال. وبرده افتكر والله اعلم، ما اعرفش اذا كنت رسمنا لك ده في المحاضره بتاعه الانترودكشن ولا لا، لما بعمل الصوت راح يا دكتوره، الصوت راح يا دكتور. هو النت عماله ولا ايه؟ ايا كان، بس لا هو طالما لسه عارض يبقى النت لسه ما عملهاش، بس هو كده الصوت راح. طب اكتب في الشات بقى. كده النت قطع. الو سامعني؟ ايوه دكتور. الكهرباء قطعت عندي. احنا قلنا كده برضه. طيب بصوا يعني ايه، انا اخليك بس اشغل سبيكر، انا بتكلم بالتليفون. انا ما عنديش المحاضره على التليفون، فمش هقدر ارجع للميتنج الا لما الكهرباء تيجي، لانه لازم المحاضره عشان اشرح منها. تمام. ممكن تنقلها على التليفون.